السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله. اليوم شيرات جبت لكم المبلوك، وصفه المبلوك او مسمن ولا كيما كل واحد شي يقول له. حنا نقول غادي ندير لكم المبلوك المردف، كما نقولوا مردف فيه وحده فوق وحده. دوك تشوفوا معايا، تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله. هنايا المقادير تاعهم، عندي هنايا 2 كيلات تاع سميد. سميد الشيرات يكون هذا الرقيق كاع، يكون من نوعيه جيده. هنايا هاد السميد راني دايره سميد ماما، داك الرقيق كاع 2 كيلات كيما نقولو، 2 كيلات سميد. وغادي ندير لهم كيله تاع فرينه، وعندي الملح والماء. هذا ما كان شي، دوك تبعوا معايا طريقه التحضير كي غادي نخلوه. بون، عندي هنايا ريسيبيون، غادي ندير السميد، ندير كلشي في رحبه. هاد المبلوك شريت ما ينعجن ما والو. دوك تشوفوا ولا تبعوا معايا المقادير، الوصفه التالتالي غادي ان شاء الله هي الملح على حسب الذوق، ما تكثروش الملح، خلط كلشي في رحبه. هنا المشيرات نعبر لكم بالكيله، الكيله اللي عمرت بها غادي ندير بها الماء باش تشوفوا شحال باجي الماء. غادي ندير الكيله الاولى. هنا الماء بارد للشيلات، ما عادي مش ما خاصش هذا المدلوق ما فيهش الخمارة ولا حاجه، نورمال من الحاله فيا كيما نقولوا من السباله. انا غادي ندير الكيله الاولى ونعمر كيله الزوج تاعي ونشوف شحال ديري الماء. هنايا قلت لكم هاد الشيلات، هذا المسمن المدلوق هذا ما ينعجنش، ساهل سهل بزاف ديرو فيه انشط عام. هنا الاولى مازال ما هنايا انا درت زوج كيلات شيرات. حنا كنا نقولو على النوعية تاع السميد كي داير، السميد لي يشرب لي ما يشربش، كيما انا هاد السميد عندي يشرب. هنا شوفي درت له زوج كيلات وراح نطلق شوية معايا. هنا غادي نخليه كيما شوفو الشيرات هنايا، هذا السميد ماما شويه يشرب بزاف. ها هكا شوفوا الشيرات، غادي نخليه كيما هكا ينتفخ. شوفوا هنا كي راه داير، تخافوش منه تقولوا زعما راه نطلق لنا ولا عادي. دوك يشرب وحده يشرب، كي تغطوه يشرب الماء. ها شوفوا هنا كي راه، هنا دوك الماء خرج، نخليه كيما هكا نغطيه ونخليه يريح. دوك واحد 5 دقائق نرجع له نلقاه نلقاه مريح غاية الغاية. هنا نشوفو العجين تاعنا، شوفو الشيرات كي راه هنايا راه مطلوب. هنا ما تخافوش منه كوميم، شرب كاع دوك السوائل. شوفو هنا، هنا شنو ندير؟ عندي شوية تاع الفرينة هاكا. ها شوفو الشيرات كي تدخل، هذا نحطها في الطامله تاعي، ندير له شويه فرينه من تحت وندير الكهري دركه خفيفه. ما نديركمش البنات مجهود كبير، هذا المدلوك ساهل هكا. نزيد شويه تاع فرينه هكا من تحت هكا. ناس هاي الشيرات راني شربتها مليح بالفرينة، كيما قلت لكم الشيرات ما تخلوش مطلوق، كي تشوفوا يتلصق غاية مليح زيدوا قد ديو غير بالفرينة غير بشوية حتى لي يشوف لكم، ما ديروش السميد ديو الفرينة الشيرات هاكا. شوفوا هنايا كي راه كابد روحه هنايا. هنا دوك انا شنو ندير الشيرات، هنا دوك نخلي نديرها في البورصة. انا ما عجبتهاش الشيرات البنات، غير شربتها بالفرينة ما داريش لا مجهود. هنا دوك انا ندير عندي صاشي هنايا كونجيلاسيون، هنايا ندير هنا في الصاشي تاعي ونخليه ما ندورش فيه. من بعد شويه هكا في 10 دقائق نعاود نديره، يكون نرجع هنا في الريسيبيون تاعو ونغطيه كما قلت لكم البنات. واحد 10 دقائق نعاود نديره،
شوفوا تشوفوا كي ولا ريح تريح لاباط اللي تريح باش يجينا المدلوك شباب. هنا صايد دوك نقرا عندك الساشي تاعه. شوفوا هنا كي راه مريح الشيرات راه طالق غايه البورصه على ماما تزلكم و نقدر نقلب هنايا في الطابله تاعي. هاكا هنا عندي شويه تاع زيت هاكا نشمخ يدي نفخ يدي في الزيت ندهن يدي بالزيت. شوفوا هنا الشيرات كي راهي متريحه لاباط علامه قدامكم هنايا. شوفوا هنايا دوك شوفوا ما تدركوها لا درك لا مجهود لا والو راهي مريحه علامه. شوفوا هنا شوفوا ها شوفوا البنات راهي مريحه غايه. هنا صاين نزيد نخليها تريح شويه. هنا الشيرات دوك ندير لها غير شويه تاع زيت باش نقد نقطعها شويه زيت ونعاود نغطيها غير بصاشي وحده اخرى كيما هكا ماشي بزاف غير وحده خمس دقائق قبل ما تريح باش نقد نقطعها تكون تسهل لي زعما العجينه تاعي تستهل. هنا صاير ريحت تروق باش ندير الشيرات. هنا نقدر بالسنيك بلا هكا ندير فيه شويه تاع زيت كيما هكا هكا راني غير بشويه زيت راه الزيت راه مقطوع رانا غير بشويه. كما قالك ازمه تاع الزيت راه هنا. شوفوا الشيلات والله العظيم ما عجنتها ما والو. شوفوا هنايا كي راهي شابه ما شاء الله. دوك نبدا نقطع في الديبولات كيما هكا هاك هاك متوسطين حطهم هنايا في البلا. ندير في شويه تاع زيت ونقطعوا هذوك لي بولات تاعكم هاك. انا الشيرات صاير راني كورتها كاع دوك شي ندير ندير لها شويه تاع زيت من الفوق كيما هكا. هنا ضروري ريح هاد لي بولات ضروري ريح يليق يريحو باش يقد تكسل لاباط. هنايا دوك نغطيها نعاود نرجع لها دوك الساشيات كيما هاكا ونغطيها ونخليها تريح. نخليها تريح دوك انا كي تريح نرجع لكم ان شاء الله باش نخدمو. هنا الشيرات شوفوا العجينه تاعي راهي ريحت راني بديت نحل فيها. هنا نبدو وحده حطوها والاخرى توجو هادو غطوهم باش ما يضربهمش الهواء. هنا عندي شويه تاع مارغرين ندوبتها وعندي زيت ونحل به. هنا نبداو نخدمو البنات ديروا شويه زيت كيما هكا. انا الزيت راني نخدم به وخايفه لا يجي يقول لي الزيت كاع كملتيه. هاكا حلو كاع داك العجينه هاكا. هنا خلوها تريح الشيرات مادامها تريح تعطيكم نتيجه شابه. كسل انا ما خليتهاش ريح شويه صح خلوها طول الوقت تاعها يريح يولي يتكسل هاي هاك. هنا شنو ندير الشيرات ندير هنايا شويه تاع مارغرين من في الوسط هاكا باش تجينا مقرمشه ويجي ما شاء الله يجي مقرمش. هاد مسمن بلعوا بلعوا هادي هاك طبقوا عادي كيما طبقوا المدلوك عادي هاكا. نزيد ندير شويه هنايا نعاود نرجع هادي هنا نطبقها هاكا. الشيرات هذه دوك نخلوها على جهه هاك نخلوها على جهه تريح ونزيد نحل وحده اخرى
شويه ماشي مريحت لي بصح ثم خلوها تريح. نحل هذه الثانيه كيما قلت لكم هكا هكا. نزيد ندير فيها هنا تاني شويه مارغارين هكا. نفذ هذا الشيء زعما انا قلت لكم يجي مرتف ويجي مورق هكا. هذه نفذها كيما هكا. نعاود نطبق عادي كيما طبقت الاولى. نزيد نطبق فوقها هذه هكا. نزيد ندير لها شويه تاني مارغارين باش تجي مورقه متجيناش ناشفه من الداخل هكا. شريت هكا شوفو هنايا خلي نديرها ونخليها على جهه تريح. هنا الى قي ريح شوفو هنا كي راه كيما نقولو العجين ما في هذاك لي بولات هنايا يخرج لنا واحد المسمن ما شاء الله مدلوق ما شاء الله. نزيد نحل واحد اخرى هكا. نعاود نخدم غير نفس الطريقه اللي خدمت بها الاولى. نخدم الزوجه ونكملهم كاع ان شاء الله. نحل الثانيه هذه نحلها مليح كيما هكا. شوفوا كي تريح كي تتكسل ما شاء الله. ما قلت لكم الشيء لا مجهود لا عجين لا والو. نعاود تاني ندير المارغرين في الوسط وانا نطبق هاد وحده نوجدها باش ما نطولش معكم الفيديو. ونحطها تاني كيما هاك هاكا ونعاود نقفل. ساهله الشيلات والله لا ساهله. ها شوفوا السميد كي راه ما شاء الله والله العجينه هي. ماشي طبقوهم كاع باش تجيكم الخدمه ساهله. خدموا كاع كيما هكا وطبقوا داك المسمن تاعكم كاع. انا نقول له مسمن وكل واحد كيقول له مدلوق. طبقوهم كاع وخلوهم يريحوا كاع. كان كاع شي نخدم العجين تاعي نطبقه كاع كيما هكا ونخليه يريح شويه باش نطيبه ونرجع معكم ان شاء الله. هنا شوفوا شيرات العجينه تاعي هنا كي ريحت. انا دوك ندير الطاجين تاعي رايح ما دروك راني نحطها هنا في البلاصه عشان شويه الغاز بعيد عليا. نحلها غير شويه كيما هكا ونديها نطيبها. هنا في الطاجين عاود نسيها هكا عشان كبرتها. ندير خبزه كبيره نادوك نقلبها الشيرات هكا. شوفو هنا كيفاش تنفخ. نعاود تنتم الشيرات منخلوهاش طيب بزاف تنتم عاودو قلبوها. كما قلت لكم عاودوا قلبوها كيما هكا باش تجيكم مورقه من الداخل باش يطيب لكم داك العجين من الداخل ما يقعدش خضر. ساعه ساعه قلبوها ما تخلوهاش تحمر وتعاودوا تقلبوا شويه وعاودوا قلبوا حتى تطيب لكم. وانا شوفوا شيرات انا ماني ندير لا دهان لا زيت طيب كيما هكا في دهانها كيما قلبوا زيتها هكا. نعاود طبق ثاني كيما قلت لكم نعاود نقلبها نقعد غير بنفس الطريقة نقلب فيها حتى اللي تحمر. صاي هاد الشيرة تشوفو هنايا راهي طابت. أنا اللي نقلب فيها ساعة ساعة ونقصت لها غاز كيما قلتكم خاطش هادي راهي ملتفة فيها عجينة وحدة أخرى من الداخل نقصولها باش طيب الداخل. هنا هادي صاي نقلبها شوفو هنا كاي حمرا وشابة.
ما شاء الله. هنا دوك نزيد نحل خبزه واحده اخرى معكم تشوفوها. هنا شريت حلوها غير شويه سولتو كبرتوها، انا كيما راني موالفه نديرها كبير. هنا شريت مبتدئات يدير حبات صغار، نبداها كيما هاك. الطاجين عاود نحلوها هكا تحل. ها شوف هكا هاي سيبا نقلبها هكا نغسل الماء هكا دوغي كيما هكا نخدمو فيها. انا غير شويه نعاود ندورها. شيرات مدلوك تاعي راه وجد، شوفوا هنا كي طاب شباب ما شاء الله جا روعه. شوفوا هنا شيرات كي طاب محمر، شوفوا كي راه يتقرمش. انا شيرات نبغي شكون اللي كيفي تبغي المدلوك المقرمش، انا نبغي مقرمش ما نبغيش انا داك المدلوك اللي يجي. شوفوا هنا كي راه شوفوا كي راه شوفوا كيف الشباب جا ما شاء الله. شوفوا البنات شوفوا كي يجي مورق من الداخل، وجا الشباب بزاف بزاف بزاف. ما هنا ما فيه لا تعب لا ما يهلككمش كاع. شوفوا كيف نتمنى الشيرات هذا الفيديو تاع اليوم راه عجبكم، وما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش، توجور غادي نقول لكم غير جام وتهلاو في رواحكم. قارعوا الفيديو الجاي، مع السلامه.